واحد بيقول أشتاق إلى الإيمان الحقيقي، هل الإيمان يمكن الوصول إليه؟ الحمد لله السلام. الحمد لله. هل الإيمان يمكن الوصول إليه بالاجتهاد أم إن الإيمان عطية من الله؟ أريد معرفة الطريق الحقيقي للإيمان وكيف أشعر بالإيمان، فأنا أصلي إلى الله منحنيا تحت أقدامه راجيا أن يرشدني إلى معرفته. الإيمان على أنواع، الإيمان على أنواع. فيه إيمان عادي، يعني إيمان عقلي، الإنسان يؤمن بوجود الله وبصفاته ويؤمن بالفداء ويؤمن بقانون الإيمان. وفي إيمان قلبي، الإنسان يقدر بيه يحيا حياة روحية قوية بصلته بربنا. وفي إيمان يصنع المعجزات زي اللي قال عليه السيد المسيح: إن كان لكم إيمان مثل حبة الخردل وتقولوا لجبل انتقل ينتقل. والإيمان القوي العميق اللي من هذا النوع ذكر في مواهب الروح القدس في كورنثوس الأولى إصحاح 12، قال إن البعض يعطى بالروح إيمان، فمش كل إيمان. انت بتاخد ايمان بوجود ربنا وبحقائق الايمان اللي موجودة في قانون الايمان، لكن ممكن انك انت تختبر ربنا في حياتك، وباختبارك لربنا في حياتك بيقوى ايمانك عن الاول. كل حاجة بتزود ايمانك لو عشت في حياة الايمان بالخبرة، يعني بالاختبار. والإيمان ممكن إنه يقوى، زي الشخص اللي قال للمسيح: أعن يا رب ضعف إيماني. أنا أؤمن لكن أعن يا رب ضعف إيماني. والإيمان الحقيقي جايز كل الناس، الإيمان العمل الحقيقي جايز مش كل الناس بيحصلوا عليه. عشان كده بولس الرسول بيقول عبارة عجيبة جدا وقوية، بيقول: اختبروا أنفسكم، هل أنتم حقا في الإيمان؟ اختبروا أنفسكم، هل أنتم حقا في الإيمان؟ ما جايز إنسان بيؤمن إيمان نظري ومن الناحية العملية لسه. أنت بتؤمن إن الله موجود، لكن جايز ساعة التجارب وساعة المشاكل تنسى عبارة ان الله موجود وتضطرب وتخاف. في ايمان يجيب الشجاعة والقوة وعدم الخوف، زي داود لما بيقول في مزمور الراعي: ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي. شعورك ان ربنا معاك ده ايمان عملي. على كل، نحاول انك تسلك في الايمان العملي. وفي كتاب انا عامله اسمه حياة الايمان، يا ريت تقرا فيه شويه.